ثم أثنى على المتأدبين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي لحضرته، ومن جملة حضرات سيدنا رسول الله أحاديث مجالس حديثه مجالس الصلاة عليه، فيكون في عندياته، فعندياته وحضراته محترمة يا إنسان. وكان المحدثون يقولون يجب أن يتأدب الإنسان في مجلس حديثه كما تأدب في مجلسه صلى الله عليه وسلم، لأن حديثه صفة من صفاته، وتحضر في ذلك المجلس روحانيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.